حفله جداد. انا كون بدل عمك هيك ببعت رساله ثانيه، بركي هي ما وصلت وقعد على الطريق، بركي دنيا يعني الصايب. هيك قلتك؟ ها؟ هاي لكان دخن كيف؟ مزبوط، اكيد رح يبعت رساله ثانيه، لانه اذا ما وصلت الاولى بتوصل الثانيه، كيف ما خطر لي؟ عفاف ولا؟ شو بدك ولا جودة؟ شو جابك لهون؟ لكن بدي اطلع على المستوصف لعند الدكتور، بعدين قلت لحالي ليش تأطرق مشوار لهوني؟ بيجي لعندك انت بركي فيك تساعديني، انت بنت مدارس بتعرفي تحكي انجليزي. لك شو انتم ما تصلحوا حالكم ولا؟ فاتحينكم يا دكانة نحنا؟ لسه كل ما حدا عن على باله بيجي بيوقف تحت شباكنا، شو ما ضل شبابيك بالضيعة توقفوا تحتنا إلا شباكنا؟ إيه؟ شوفوا له السمعة؟ لا هي خالتي نظمية، شو مفكرتيني نيتي عطلة؟ ولك أنا نيتي شريفة وصافة، أنا ماني مثل هالجربوع سلنقة. أخ! إيه؟ لك العمى شبكون شبكون، لك هنن كلمتين إنجليزي اللي بدنا إياهم، رح تموتونا؟ ولا تصبح شو جابك لهون ولاد، بده كلمتين انجليزي بوقف تحت الشباك ولا بيجي من باب الدار؟ ما خطر لي يا مختار، ما خطر لي. اخطر ارنبه بكل البيت هي تحت الشباك، السلاح كله موجه لهون. اسفين اسفين والحشا اسفين يا خالتي نظميه، مختار حقك على راسي منيح. خلاص خلاص لا تنهر شباك لا شلاوي. عفو انزلي ولا بنتي، انزلي نحل له مشكلته، تعالي معي لشوف. اي نازله. عفاف هون هون. انت هون؟ فكرتك رحت. لك الله يخرب بيته لجودة، كان روحنا سلاطة. سليم لا تروح، رايحة اشوف شو بده هذا الغليظ وبرجع لعندك. ماشي ناطرك. شو بدك بالانجليزي انت؟ بدي ابعت مكتوب لعمي شفيق بانجليزيا. لك هالحكي هلا امتى عمك شفيق صار بانجليزيا؟ كلوس ما بيخبر على طحان، جاي تعرج قدام الكرسحين، عمك شفيق بنص العاصمة عم يشحط، وكذا مرة الشرطة لقطوني على إشارة ودكوهني بالحبس. لك هالحكي قديم كتير لك مختار، قديم كتير ولا؟ شباب، هلا أولاده كلهم دكاترة ومهندسين ومعيشين وأحسن عيشة بإنجليزيا. إيش بدك ترن وهندسن أولاد عمك شفيق؟ بعلمي ثلاثة منهم بالسجن، واثنين نشترية وواحد أمرجي. ايه اسمعوا لها الشوفة، هالحكي قديم كتير، يعني على قولة الأنسة أم كلثوم لسه فاكر كان زمان، لأنه عنده ثلاثة تانيين من أولاده كلهم دكاترة ومهندسين وفواح منهم أنجنور معيشين السلطان زمان بلندن. دعك من زارك ولا عمي عفاف، تعي ولا بنتي شوفي شو بده اكتبي له. تفضل جودة، شو بدك اكتب لك؟ بدي اياكي تكتبي لي على هالمكتوب كلمتين بس، انكليزيا لندن. طول بالك لك جودة، هلا عمك بيشوف انك ما عم بترد على هذا، يعرف انك قادم وما عم توصل، شو رجعني بعت لك؟ اكلي هوا اكلي هوا حاجتك في لبسه، صار بعت لي اكثر من 20 مكتوب هالشهر، يعني شقد بده يبعث شقد شو هو قال كاتبه؟ لك انت شو خسران؟ شو خسران؟ روح لعند عفاف خليه تكتب لك على هالعنوان، بس تنزل بتحطه بالصندوق. ولا؟ شو قصدك من هالحكي؟ ولو جودة؟ يعني انت فينك تخبي على العالم كلها بس علي ما فيك تخبي. لك ما رحنا انا وياك وعزينا بعمك الله يرحمه وقت اللي مات، يعني منين بدي ابعث لك مكاتب؟ من وين من القبر؟ ولادي مات، انا بحياتي كلها بحياتي كلها في مره ترجيتك. لا كل حكيت معي اوامر وهالمرة كمان ما رح ترجوكي ولا سمعت شو علي ما علي، اذا بيطلع من تمك حرف واحدها او بسمع انه حدا من الجيران سمعان بهالحكي والحشا لقص كل شي فيكي بينقص، فهمونا فهمونا.
انا بريت اشوف. العمى اسا كل واحد ما بيوصل المكتوب بيتهمني انه عم اعملوا ابوع ولفتي بزر. والله ما بصير هيك يا اخي، ما عجبكم لا تحطوا عنوانكم على دكانتي اذا ما في ثقه. اشرب اشرب مشان ما تنشف معك اشرب شاي. صراحه ما فطن زين. والله يا عمي ما فطن زين. يعني نحن لازم نتطور كمان يا اخي. هات لشوف اعطينا من علمك كيف يعني نتطور. لك يا ابو دين ما في داعي للتفاصيل يا اخي. بيكتبوا فلان الفلاني وبس، بيبعتوا لنا هي من النوعيه لعندي وانا باخذها بوصلها، هيك بنوفر على الحكومه وعلى المواطنين. ولك ابو جميل ما بده لا فلان الفلاني ولا علتان العلتاني، يكتبوا ام التنافس وبس. لك يا ابو نادر كيف ام التنافس وبس؟ ما بدنا نعرف لمين مبعوته. العمى ما اخشمك ولا صريح، ان كان هيك ولا هيك بالبريد بدهم يفتحوها لحتى يعرفوا لمين، ووقتها بيكتبوا اسمه على ظهر المكتوب. ها؟ ها؟ شبك ولا؟ الله في الجميع. أهلا أهلا أهلا. التسيبة التسيبة للسيبة سيبة سيبة سبتة سبتة سيبة للسيبة. أبونا صالح هلا وقتها هزقوا من عم تتزقموا شفلنا من وين جاي المكاتب. عيدو خلاص فهمنا. وأخيرا وصل المكاتب؟ لا ما وصلوا، راحوا ورجعوا. بتقولوا له لهالبني آدم ما بدي أقول الحمار اللي اسمه جودة انه يكتب العنوان بانجلترا مزبوط مشان توصل مكاتيبه. انجلترا لندن لحاله ما بتكفي ليوصل المكتوب. يا اخي في شيء اسمه شارع رقم كذا، بنايه رقم كذا، شقه رقم كذا، معقول هالحكي؟ مبعوتين من هون يعني؟ ولك ايه من هون لكن من وين؟ تفضلوا. اصبع لحالك. ليك ليك ليكوا ليكوا شو مكتوب هون، مرتجع بسبب الخطا في العنوان. ليك يا ماما مرتجع بسبب الخطا في العنوان. لوخان لوخان وقف عندك وقف عندك. شو بدها؟ خيّا هلا هالرسايا كلها كيف عم بتروح على انكليزيا اذا مبعوته من الناحيه على ام الطنافس؟ كيف يعني مبعوته على ام الطنافس؟ لك حياتي انت، مثل ما عم بقول لك هالمكاتب مبعوتين من مركز الناحيه على ام الطنافس، مع انكليزيا، مع انكليزيا. لكن بتخبر لي هالبني ادم ما بدي اقول الجحش اللي اسمه جوده انه مره تاني يكتب ام الطنافس على قفا الظرف، ما على وشه، مطرح المرسل اليها. بعدين بتفهم لي هالبني ادم ما بدي اقول الجحش. لك اي 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 فهمنا، اسا بتعيد وبتفتح فيها. فهمني شو بدي فهمه لهالبني ادم اللي ما بدك تبطخ. بتفهمه انه الرسايل على ام الطنافس ما بدها طابع ب 25 ورقه. سلام. الله لا يسلم فيك ولا عظمك، الهي بتروح على وشك هيك. طب